أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بعد 10 أيام على وقوع جريمة تفجير الحوثي لمنازل المواطنين في ردا على رؤوس سكانها، ها هم اليوم يحاولون دفن القضية من خلال دفن الضحايا والتنصل من الوعود التي أطلقوها أمام غضب الرأي العام بأن يتم محاكمة الجناة. سلوك الميليشيا الحوثي في هذه الجريمة لا يشذ عما تقوم به منذ أيام نشأتها الأولى، فكيف تحاكم جنودا فجروا منزلا لأنهم كانوا ينفذون الأوامر؟ ومن يحاكم من؟ هل سيقوم الحوثي بمحاكمة الجنود والضباط الصغار الذين نفذوا توجيهاته وفجروا بألغام استلموها من مخازنه وتحركوا بسيارات تحمل أعلام جماعته؟ تفجير بيوت الخصوم سلوك قديم ومستمر لميليشيا الحوثي، أما حالة الإنكار التي حاولوا تقمصها خلال الأيام القليلة التالية لتفجير منازل حي الحفرة في رداع فما هي إلا حالة مؤقتة فرضتها عليهم ظروف المرحلة التي حصلت فيها الواقعة وردة الفعل الغاضبة لأبناء رداع في ذلك الوقت. ومن المعلوم أن لدى ميليشيا الحوثي خبرة طويلة في طريقة امتصاص الغضب الشعبي بل والتلاعب به يمنة ويسرى، فإلى أين ستؤول قضية ضحايا تفجير الحوثي لمنازل المواطنين في رداع؟ هل تتمكن ميليشيا الحوثي من إغلاق الملف وإسكات من بقي من الضحايا؟ نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات مع جملة من الضيوف، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قامت بخطف الشاب إبراهيم اليريمي، وهو الناجي الوحيد من أسرة آل اليريمي، من جريمة تفجير الحوثيين لمنازل المواطنين في رداع، وأجبروه على التوقيع على الموافقة بدفن الضحايا من أسرته. قال مصدر من أبناء المدينة إن أهالي رداع يعدون ذلك انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه مع لجنة صنعاء، حيث لم يتم القبض على أي متهم من الضالعين في الجريمة بحسب الوعود السابقة، وأكد أن أهالي رداع يدعون إلى إضراب شامل وعصيان مدني لمواجهة إصرار الحوثيين على دفن الضحايا قبل محاكمة قتلتهم. وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية حذرت من سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى طمس وتغطية أثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء. وزير الإعلام معمر الإرياني قال إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملات ملاحقة واعتقالات بحق عدد من مشايخ ووجهاء المنطقة الذين رفضوا التدخل لإجبار أهالي الضحايا على التنازل عن دماء أبنائهم، كما تم اعتقال عدد من المواطنين والنشطاء الذين وثقوا مشاهد انتشال الضحايا من بين الأنقاض وشاركوا في التظاهرات التي جابت شوارع المدينة منددة بالجريمة النكراء. كان تقرير حقوقي صدر مؤخراً قد أشار إلى أن ميليشيا الحوثي فجرت أكثر من 460 منزلاً في محافظة البيضاء، وذلك خلال سنوات الحرب، وأن المنازل المدمرة في حي الحفرة بمدينة رداع هي واحدة من ضحايا سلسلة طويلة من الجرائم التي يمارسها الحوثيون في مناطق سيطرتهم لأهداف متعددة، منها تهجير السكان وإخضاع من تبقى منهم وإجبارهم على العمل في خدمة مشروعها الطائفي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوف الذين سيكونوا معي. نبدأ من الأستاذ ناصر الصانع، صحفي وناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ ناصر. أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين. أهلا بك، ونود أن تحدثنا حول آخر التطورات في قضية تفجير الحوثيين لمنازل المواطنين في رداع. في البداية شكرا لكم في قناة بلقيس على تسليط الضوء ومتابعة الأحداث والمستجدات بهذه الجريمة البشعة التي هزت مدينة رداع. أهلا بك، هذا واجب ناصر. البيضاء وهزتها اليمن بشكل عام. صحيح. الجديد في الموضوع أن جماعة الحوثي قامت يوم أمس باختطاف الناجي الوحيد من هذه الأسرة وهو إبراهيم محمد سعد الزيلعي، لا إبراهيم محمد سعد اليريمي، وهو الناجي الوحيد من هذه الأسرة، وأجبرته على التوقيع بالموافقة على دفن أسرته وأقاربه الضحايا الذين قضوا تحت أنقاض المنزل. هل ما زال مختطف لديهم؟ نعم، لا يزال حتى اللحظة لا يعرف يعني مجهول أين يتواجد منذ أمس حتى اللحظة، وهو غير موجود وغير متواجد.
طبعا تؤكد المصادر انه تم ارغامه على التوقيع بالموافقه على دفن الضحايا. كيف عرفتم يعني بهذه المعلومات استاذ ناصر؟ لممارسه الجماعه على ارض الواقع، حيث قامت الجماعه تواصل مع مندوب المقبره مقبره مدينه رداع، وقامت بحفر عدد من القبور، 9 قبور يعني على عدد الضحايا، واعلنت انها ستقوم بتشييع الضحايا ظهر اليوم. لكن وسط الرفض المجتمعي في مدينه رداع الذي كان على قلب رجل واحد، لانهم يرفضون هذه التصرفات ويعتبرونه دفن للقضيه وانقلاب على ما تم الاتفاق عليه. حيث تم الاتفاق مع اللجنه التي نزلت من صنعاء، حيث ارسل جماعه الحوثي ارسلت لجنه من صنعاء برئاسه المعين نائب الوزير الداخليه وعدد من المسؤولين، كان الاتفاق مع اهالي رداع بانه لا يتم الدفن حتى يتم القبض على جميع المتهمين في هذه الجريمه والضالعين فيها وتقديمهم الى محاكمه مستعجله لينالوا جزاؤهم. وبمجرد ان مرت الايام واذا بجماعه الحوثي تنقلب على هذا الاتفاق وتريد دفن الضحايا، وهو ما لم يتم حتى الان، حيث انصدموا بواقع غير مألوف وغير يعني معتادين عليه. لم يحصل اختي الكريمه، لم يحصل اجماع مجتمعي منذ في تاريخ رداع بشكل عام مثل اجماعهم على هذه القضيه. نعم، هذه الجريمه وعلى رفضهم لتصرفات جماعه الحوثي. نعم، اذا اسمح لي استاذ ناصر ان ينضم معنا الاستاذ فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الانسان بامانه العاصمه. مساء الخير استاذ فهمي. اسعد الله اوقاتكم وضيوفك والمشاهدين. نعم، قبل 10 أيام تقريبا حصلت جريمة نكراء قامت بها ميليشيا الحوثي، إذ فجرت المنازل على ساكنيها أستاذ فهمي، فما هو موقف الحكومة الشرعية من مثل هذا التصرف؟ نعم، الحكومة الشرعية كان لها موقف جيد. الرئيس في هذه الواقعة وهذه الجريمة الشنيعة والبشعة التي هزت ليس فقط المجتمع اليمني وإنما هزت المجتمع العربي والمجتمع الدولي بأكمله. هذه الجريمة، جريمة تفجير المنازل ومحاصرة الناس والضحايا والأهالي الضحايا وابتزازهم، ليست المرة الأولى التي تمارسها ميليشيا الحوثي. هي تمارس هذه الجرائم منذ 20 عاما، منذ أن بدأت حربها على الدولة اليمنية في العام 2004، وهي تفجر منازل الخصوم وتعتدي عليهم. الحكومة اليمنية يعني توعدت بملاحقة المسؤولين والمتورطين عن هذه الجريمة النكراء والبشعة، وما تزال اللجنة تعمل ليلا ونهارا، وأيضا تم اعتماد مرتبات للضحايا وضمن قوام وزارة الداخلية، لكن يعني ما تزال أيضا ضرورة، هناك ضرورة ملحة لأن تكون هذه القضية حاضرة في كل الفعاليات الحكومية، وألا يتم تنافيها، لأن ميليشيا الحوثي تحاول اليوم تريد أن فقدنا الاتصال. نعم، إذا سأعود إليك أستاذ فهمي، ولكن بعد أن تعود إلينا أستاذ ناصر، برأيك يعني أنت تحدث بأن أهالي رداع لأول مرة يقفون وقفة رجل واحد على موقف واحد في هذه الجريمة، فما هي مطالب أهالي الضحايا ومطالبكم أنتم في المنطقة؟ مطالب اهالي الضحايا مطالب يعني معروفه وواضحه وتحدثوا عنها منذ اول يوم. نعم. يتحدث اهالي رداع باجماعهم انه بشروطهم للدفن تسليم جميع الضالعين والمتهمين في هذه الجريمه جميعهم دون استثناء، والقائمه موجوده وهم يعرفونها ويعرفون الاسماء، تسليمهم لمحاكمة، تسليمهم أولا للسجن وبعد ذلك محاكمة مستعجلة لينالوا ردعهم ولينالوا جزاءهم
جراء هذه الجريمة البشعة التي ارتكبوها. وهم عفوا نعم وهم مصرون على ذلك، ومثل ما ذكرت لك لا يوجد لم تجمع او لم يجمع ابناء رداء على موقف مثل اجماعهم على هذه الجريمة البشعة. طيب طيب يعني ما هو تفاعل ميليشيا الحوثي مع هذه المطالب؟ يعني يريدون ان ينهوا القضية بدفن الضحايا؟ ألم يعلنوا في حينها بأنها تصرفات فردية وأنهم سيحاكمون من تسبب بذلك؟ أين ذهبت هذه الوعود؟ هناك ملاحظة يجب أن نلتفت إليها في البداية. نعم. ويجب أن نوضحها لوسائل الإعلام ولكم وللمشاهدين وللناس وللعالم. أولاً جماعة الحوثي لن يحصل أنها وقعت في مثل هذا المأزق طيلة الفترات السابقة. في ظل ما كانت جماعة الحوثي تتشدد بأنها تدافع عن غزة وعن فلسطين وأنها مع القضية الفلسطينية اتضحت في مدينة ردع، فنزلت وهذه شاهدة، ونزلت جماعة الحوثي أرسلت من صنعاء، نزلت يعني بكل إمكانياتها، أنا أتحدث عن المادية، نزلت بإمكانياتها المادية لاحتواء القضية، نزلت بطريقة لم تألفها مدينة ردع إطلاقا ولم يألفها أبناء محافظة البيضاء في محاولة منها لتحسين الصورة ولتلافي ايش؟ ولتلافي ما حدث او لاحتواء هذه الجريمة البشعة، والتقوا بالاهالي وحاولوا ان يشتروا ولاءات الناس وحاولوا ان يستقطبوا المشايخ واعيان من مدينة رداء ومن غيرها من المناطق المجاورة في محاولة لاحتواء القضية. وقدمت فعلا يعني نزلت عند رغبة اهالي مدينة رداء قولا وليس فعلا، يعني استعدت وقالت انها مستعده بان تلقي القبض على هؤلاء وتقدمهم لمحاكمه مستعجله. هذا جانب، جانب اخر حاولت ان تحتوي اهالي الضحايا وتقدم بعض المعونات والمساعدات والتعويضات هنا وهناك في محاوله لاحتواء القضيه، لكن لان الناس تعودوا على هذه الجماعه بانها تنكر دائما وبانها تنقلب على كل الاتفاقات دائما أصروا على موقفهم، وسرعان ما بدأت تتكشف الأمور، ويوم أمس كان آخرها أن اختطفوا هذا يعني الناجي الوحيد ويريدون إرغامه بل وأجبروا على التوديع لدفن أسرته. الجديد في الموضوع ماذا؟ الجديد في الموضوع ماذا؟ أنهم لما انصدموا بالرفض المجتمعي في مدينة ردع الرافض لهذه التصرفات والرافض لهذا الذي يعني التصرف بأن يعني يتم دفن الضحايا قبل محاسبة الجناح، ماذا شرعت الجماعة؟ ماذا عملت؟ الجماعة الآن تحضر ماذا؟ تريد، وهذا يعني معلومات مؤكدة، تريد الآن الجماعة أن تنتقل من مدينة رداع إلى مدينة يريم، حيث أن هذه الأسرة التي كانت يعني ضحاياها النصيب الأكبر والتي كانت أسرة من كوبا بحيث قضى جميع أفرادها تحت الأنقاض، لم يبقى إلا أطفال وناجي وحيد وبعض الأطفال. أرادت الآن أن تقنع أو تريد الآن إقناع الناجي الوحيد بأن يحمل ضحايا، بأن تحمل الضحايا من أسرته إلى مدينة يريم حيث يتم الدفن هناك. ودعيني أكمل الفكرة يعني في لحظات، تريد أن يعني تتم عملية الدفن في مدينة يريم بعد أن وعدوه بأن يبنوا له منزلا في مدينة يريم، فقالوا لك يعني قالوا له يعني دعك من اهل رداع ومدينه رداع ومشاكل رداع ومشاكل محافظه البيضاء وعد لك الى منطقتك الى بحيث هم ينتموا اصولهم الى مدينه يريم في محافظه اس، وسنبني لك هناك منزل ولمن تبقى وعيش يعني حياتك نعم اذا وقضي ما تبقى لك من هذه الحياه. نعم ساعود اليك، ولكن بعد ان استمع للاستاذ فهمي، استاذ فهمي انقطع الاتصال، يعني قلت ان للحكومه كان موقف جيد، ولكن كما نرى ان لم تعد التنديدات ولم تعد مساله البيانات مهمه بالنسبه للميليشيا الحوثي، خاصه وهي توغل في جرمها بما يحدث اليوم بعد اختطاف الناجي الوحيد من هذه الاسر التي تم هدم بيوتها على ساكنيها ووعده ببناء منزل جديد، وأيضا أن عليه أن يوقع بتنازل عن فتح هذه القضية. فما الذي تصنعه الحكومة في ظل كل هذا التجبر؟ يعني كان لدينا ملف قوي جدا كان يمكن محاكمة ميليشيا الحوثي به. نعم، وما يزال هذا الملف قويا وسيظل قويا. القضية لم تنتهي ولم تدفن،
ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك قوي في الداخل وأيضا تحرك في الخارج. لدينا سفارات يجب أن تتحرك، وزارة الخارجية الدبلوماسية اليمنية يجب أن تتحرك في مختلف الاتجاهات، أيضا الوزارة والآليات الوطنية يجب أن يكون لها دور في إيصال القضية إلى أعلى مستوى، وأن يتم تشكيل محكمة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتكون على رأسها هذه القضية وهذه الجريمة البشعة والنكراء. اليوم كما تحدث الضيف الكريم، اليوم يقومون بتهجير الناس ليس فقط أحياء، وإنما يقومون بتهجيرهم تهجيرا قسريا أحياء وأمواتا. اليوم عندما يعني لم يكتفوا بتهجير 5 مليون يمني قسرا ونهبوا ممتلكاتهم ومرتباتهم وأموالهم، اليوم حتى الأموات والضحايا ومن فجروا منازلهم ومن اعتدوا عليهم اليوم كما تحدث الأستاذ بأنهم يريدون أن يهجرونهم أيضا حتى وهم أموات. يعني لم تصل أي جماعة ولا أي يعني ناس إلى 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 هذا إلى إلى هذا القبح وإلى هذه الدرجة من يعني لا نستطيع الكلمة حقيقة تتحدث عن وصف هذه الميليشيات وهذه الجماعة. أكبر جماعات إرهابية لم تمارس هذه الانتهاكات وهذه التصرفات. اليوم حتى يعني هذه الجريمة يعني عندما يجبرون الأهالي ويرغمونهم على التوقيع وعلى التنازل ليست المرة الأولى. أيضا اليوم صبري الحكيمي رحمة الله عليه الذي قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي، اليوم يجبرون أهله ويرغمون تحت الإكراه بالتوقيع والتنازل عن القضية وعدم عرضه على طبيب على الطبيب الشرعي ومن أجل الإفراج عن جثته وهي محتجزة في مبنى المخابرة التابعة للحوثي. هذه جماعة إرهابية بكل معنى الكلمة. المجتمع اليمني يدرك جيدا بشاعة وفظاعة هذه الميليشيا الإرهابية التي تمارس انتهاكاتها، ويعني ليس فقط ضد الضحايا وتقتل الناس وأيضا تلاحق أهاليهم وأقاربهم. أيضا قضية حادثة التجويع في رمضان الماضي أكثر من 90 شخص تم إجبار أهاليهم على التنازل. هكذا هي تمارس الإكراه وإجبار الأهالي في كل قضايا من القضايا. أيضا أطفال السرطان الذين قتلوا بسبب الأدوية المهربة والمغشوشة التي تتاجر بها ميليشيا الحوثي. كل الجرائم وكل الانتهاكات لن تمر وهي موثقة، ولن لا يعني ثقافة الإفلات من العقاب قد انتهت. نعم نعم. إذن بالعودة إليك أستاذ ناصر، ما هو دور المنظمات الحقوقية والحكومة أيضا في فضح هذه الجريمة؟ هي مفضوحة أصبحت، ولكن في إيصالها للرأي الدولي لأيضا محاولة إيقاف ميليشيا الحوثي عما تقوم به. في حقيقة الأمر يعني هنا نقدم شكرنا للمنظمات الدولية وأيضا المنظمات المحلية وأيضا حتى وسائل الإعلام، حيث سلطت الضوء على هذه الجريمة بشكل كبير جدا وهذا يشكر عليه. لكن الآن نريد أن ننتقل إلى ما بعد تسليط الضوء على هذه الجريمة. نريد أيضا الآن تحركات يعني تحركات واقعية أو تحركات يعني للبدء في لا نكتفي بما يعني تقوم به جماعة الحوثي من وعود بأنها ستحاكم. نريد أيضا الحكومة أن تقوم بهذه الخطوة، والحكومة مشكورة أيضا قد يعني قامت بتشكيل لجنة خاصة يعني بهذا الملف، يعني كلفت بهذا الملف يعني ضمن وزارة الداخلية وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لتبني هذا الملف وتقديم هؤلاء للمحاكمات الدولية لأنها أصبحت قضية رأي عام. ولا نكتفي مثل ما ذكرت لك بما تقوم به جماعة الحوثي أو ما تعد به جماعة الحوثي، وهي تنقض العهود وتاريخها معروف في هذا الجانب. فالآن الخطوة الأهم هو أن يتم هذا الملف الذي يتم إعداده عبر وزارة الداخلية وعبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. يريد هذا الملف أن يصل إلى كل المحافل الدولية ويقدم إلى محكمة الجناية الدولية لتحاكم هذه الجماعة على هذه الجريمة، تحديدا على هذه الجريمة لأنها ليست كسابقاتها، وعلى كل الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة في حد أدنى محافظة البيضاء بشكل خاص وفي حد أدنى اليمن بشكل عام. نعم، إذن سؤال أخير أستاذ فهمي، كيف المجتمع الدولي ردع مثل هذه الجماعة التي لم تعد ترتدع لا بتهديدات ولا بعقوبات؟
خلال الفترات وعشر سنوات من القتال ومن الانتهاكات المستمرة والجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي في مختلف الأراضي اليمنية، أثبت المجتمع الدولي بأنه يتماهى، وهناك يعني لا توجد مواقف حقيقية وجادة مع هذه الميليشيات. هناك يعني عشر سنوات إرث ثقيل من الانتهاكات، لم تتعامل مع أي قضية من هذه القضايا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لم نرى منها سوى البيانات والكلمات الجوفاء، لا توجد أي مواقف حقيقية، ما زالت ملايين الدولارات تتدفق إلى العاصمة تحاول إلى الشيء، ما زالت تعمل في توقف الشيء الحوثي، الميليشيا هي تدعم المجتمع الدولي، ولذلك لن المجتمع الشعب اليمني والمجتمع اليمني والحكومة اليمنية وجميع الفعاليات الوطنية والشعبية يجب أن يكون لها موقف جاد مع هذه الميليشيات، ويجب أن لا نعول على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي خلال عشر سنوات أثبت بأنه يتعاطى وما زال مع هذه الميليشيات من أجل حسابات سياسية أضرت بالشعب اليمني وأوصلته إلى حافة المجاعة، ويعني ما تزال هذه الميليشيات ترتكب أفظع الجرائم في اليمن أمام صمت دولي مطبق. نعم. نعم. إذن شكرا جزيلا لك فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة، كنت معنا. والشكر لك أيضا أستاذ ناصر الصانع الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. الشكر الجزيل لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في أخبار جديدة وزوايا مختلفة، كونوا بخير.